مرة أخرى أعتقد نحن بنينا هذه المرونة التي أصبحت جزء لا يتجزأ من المنتجات والخدمات. الآن غيرت الظروف بالنسبة لرواد الأعمال بأن يزدهروا. الآن الوعد في العلا الآن بأن الاقتصاد والسياحة تتمتع بمرونة عالية، وكما قلت هنا سيزداد معدل السياحة في العلا. سمعنا في البداية عن المملكة العربية السعودية أنها تركز على السياحة والبحث عن وتركيز وتخطي الطبيعة. كيف لكم أن تخططوا تخطيطا دقيقا لهذا الأمر؟ لقد بدأت أقول هذه أن وعد الاستدامة دائما من السهل أن الحديث عنه عن تنفيذه. هناك أشياء كثيرة يمكن الحديث عن هذا الأمر، الجميع لديه ما يدلو به. علينا أن نضمن ما الذي نقوم به العلا. نعتقد أن هذه دائما التطوير يأتي بتكلفة بالنسبة للتراث وبالنسبة للسكان، ولكن أقول لكم هنا الوضع مختلف تماما. هنا بالنسبة علينا أن نضمن أن الحفاظ على البيئة سواء كان الطبيعة، التراث الثقافي والمجتمع المحلي، لا هو جزء من نموذج الأعمال. نموذج العمل يمكن أن ينجح فقط إذا قمنا بهذه الأمور على الوجه الصحيح.